المشكلات، وبالتالي أردنا أن نضع النقاط فوق الحروف من خلال لقائنا مع واحد من رموز كرة السلة المصرية، من رموز إدارة نادي الزمالك، له صولات وجولات عديد المرات، تبوأ أكثر من منصب حتى بلغ نائب رئيس النادي، وحقق في عهد إدارته التي كانت برئاسة الدكتور كمال درويش العديد من الألقاب في كل اللعبات، تقريبا أكثر من 1000 بطولة في فترة الدورتين اللتين قضاها معا. الأستاذ الدكتور إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق ونائب رئيس رابطة الأندية المحترفة حاليا، أهلا ومرحبا بك دكتور، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك، متشكرين جدا يا أستاذ أشرف، أنت راجل يعني محترم وجماهيرك العريضة على مستوى مصر كلها، وانت فعلا النهاردة يعني بتجد حل لأزمة نادي الزمالك، القلعة الكبيرة اللي احنا كلنا تربينا فيها واللي احنا كلنا أضفنا في تاريخها، وكلنا فخر ان احنا زملكاوية وابناء نادي الزمالك، ومن الرموز بتاعت نادي الزمالك اللي اهينت في الفترة الاخيرة اهانة لا نقبلها، وانا كاسماعيل سليم لا اقبلها بتاتا. طيب. انه يتقدم او اي رمز مما قدم او اي فانيلا بيضاء لبسها لاعب او اي مدرب، انا هنا بقول ان هذا الرمز كيان هو نادي الزمالك. نادي الزمالك بني من سنة 1911، بني برياضيه وكون اسمه برياضيه، نعم، بالعرق وبالفانيلا، من اول الاجيال الاولانية اللي احنا لغاية دلوقتي سواء عبد الكريم صقر او غيره او اجيال ورا اجيال ورا اجيال في كل اللعبات، عملت الشعبية في كل حاجة. انت تعرف ان منتخب مصر الاول في كرة السلة كان موجود جوه نادي الزمالك في الخمسينيات، نعم، من ايام حيدر باشا، نعم نعم، جاب المنتخب كله، ابو عوف وحسين منتصر والبرت تدرس، تاريخ جيل الذهبي، نعم، تاريخ يا نعم فندم، نعم. انا مش بتكلم على جيل ذهبي، انا بتكلم على لا تاريخ، لا بتكلم على هذه الاسماء اللي انت ذكرتها، لا ما في اجيال ذهبيه طبعا طبعا، بس ده اول ناس عملنا انجازات على انا بقول يعني باسف ان النهارده رئيس النادي بصفته انه يهين الرموز دي وهم اكبر بكثير من اي واحد موجود دلوقتي وبيمثل النادي في غير موقعه. انا بقول ان الزمالك اختطف زي ما الاخوان اختطفوا مصر، وعاوزين نقول الزمالك يعود مقارنة يعني ايش يا فندم؟ لا، رموز النادي فين؟ لا. طب ما هم اللي بعده، لا مش هم. طب حلو، انا يا باشا انا عايز نبدا بالسؤال. ايوه، انت خارج المشهد الان بعد فترات في الاداره، كيف ترى بتقييم اداري محترف ازمه نادي الزمالك الحالي؟